السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلابنا، هاي محاضرتنا هي المحاضرة الرابعة، مختبر قواعد البيانات المرحلة الثانية، الدراسة المسائية. هذا المختبر راح ناخذ الـ SQL aliases. الـ SQL aliases are used to give a table or a column in a table a temporary name. Aliases are often used to make a column name more readable. An alias only exists for the duration of the query. شنو المقصود بهذا الكلام؟ الاليسز لو تخلوها بالترانسليت راح تنطيكم الاسماء المستعاره، اذا هي عباره عن اسماء مستعاره استفاد منها من اريد اعرض التيبل بشكل معين. يعني على سبيل المثال اني مثلا فقط الديت مكتوب ديت في حقل، عفوا في تيبل امبلوي، قاعده البيانات اللي صممناها تاريخ التعيين مكتوب اي ديت، انا ما اريد اكتب اي ديت، اريد اكتب تاريخ التعيين مثلا أو الديت فقط. فراح هذا الشيء نشوف شلون راح يتطبق عندنا باللغة. راح ناخذ هذا المثال: write a query to retrieve the name of all employee under the name employee's name. يعني أريد أكتب استعلام استرجاع اسم من table employee، أسماء الموظفين من table employee، لكن تحت اسم الامبلوي نيم، هو محدد لي تحت اسم الامبلويز نيم. راح نجي نشوف شلون راح نكتب هذا الاستعلام. نروح على قاعدة البيانات اللي هي الكومباني، هاي التيبلز اللي عندي اللي هي الامبلوي والديبارتمنت. بما انه اسماء الموظفين موجودة في تيبل الامبلوي، اذا راح اختار فقط تيبل امبلوي، كلوز، راح ابدي سيلكت اني شنو اسم الموظف عندي، اني راح اكتبه كما هو از. إذا حتى أكتب اسم مستعار راح أحتاج إلى كلمة as. أوكي، هو يريد من عندي الامبلوي نيم، الاسم المستعار employee name. خلينا نكتب إحنا مثلا فقط employee أو فقط names capital letter مثلا، راح نكتب names. نجي ننفذ، انطاني إياها التسعة ريكوردز اللي موجودة بالجدول مالتي تحت اسم النيمز، تحت اسم النيمز. زين، وإذا كتبت مثل ما هو طالب من عندي بالسؤال اللي هي الامبلوي نيم، الامبلوي نيم، خلينا نشوف شو راح اعترض. قال لي اكو ايرور هنا، يقول the query cannot be represented graphically in the diagram or criteria bound. اعترف وهي تمحدد لي اياه الخطأ هنا عندي near name. ليش اعترف؟ اعترف قبل شوية ما اعترف، هسه ليش اعترف؟ اعترف لأنه الاسم المستعار متكون من مقطعين، من كلمتين، ما طول من كلمتين لازم يكون محصورة ما بين الأقواس. هسه تشوفون شلون راح نكتبها، هذا القوس المربع، هاي الامبلوي نيم، اسد القوس، اجي انفذ، اتنفذ عندي ماكو اي ايرور، تسعة ريكوردز. اذا اللي استنتجناه انه اذا الاسم المستعار كلمة واحدة فقط ممكن احط اقواس وممكن ما احط اقواس، لكن اذا الاسم المستعار اكثر من كلمة لازم اخلي هذه الاقواس. هاي القاعدة لازم تبقى ببالنا، تريدون انتم تتجاوزون هاي المشكلة تخلون الأقواس دائما من الأسماء المستعارة عادي ماكو أي إشكال. لأنه لو حطينا أقواس فقط بهالشكل هذا مثلا names، هاي هسه جينا نفذنا، إذا مقطع واحد أيضا نفذ إياها. إذا اسم المستعار إذا كان كلمة ما يحتاج أقواس، إذا كان كلمتين يحتاج أقواس. هسه إذا رحنا شفنا قاعدة البيانات اللي هي الإمبلوي، راح تكليك عليها show table data، من عرضت يمي قاعدة البيانات راح يشوف قاعدة البيانات هي ما تغيرت، بس على ريكورد بالأعمدة مالتها ما نضاف إلي أي كولوم جديد. إذا هذا الكولوم اللي ضفته أنا حاليا هو أو اللي انعرض عندي بالكويري هو فقط في وقت التنفيذ. هذا يفيد في طباعة التقارير معينة تحت أسماء معينة، مثلا أريد أرتب تقرير بشكل معين راح تفيدني الأسماء المستعارة. إذا هاي فقط في وقت التنفيذ ما راح يأثر على قاعدة البيانات الموجودة. ناخذ مثال آخر.
ناخذ المثال اللي بعده. Write a query to retrieve the information for all employees in the company. يعني استرجع المعلومات اللي هي معروضة قدامكم بهالشكل هذا لكل موظفين الموجودين في الشركة. إذا أشوف شو يريد من عندي، يريد عندي الـ all، الـ all هو رقم الموظف موجود جدول employee، الـ name للموظف أيضا موجود في table employee، الـ monthly salary يقصد به الراتب الشهري موجود في table الـ department، الـ annual salary يعني الراتب السنوي، والديبارتمنت هو القسم اللي يعمل به الموظف. طبعا هذا موجود في تيبل الديبارتمنت. نشوف هذا السؤال معناته هنا بهذا السؤال راح احتاج بهذا السؤال الاستعلام حتى انفذه راح احتاج تو تيبلز اللي هي الامبلوي والديبارتمنت. نرجع على شاشه اللغه، نسوي نيو كويري راح احتاجهم اثنينهم. Add close هو ربط، واللي ما يربط عنده يكتب العبارة الخاصة بالربط. أول شيء يريد أسترجع الـ NO اللي هو الـ employee NO، فراح أكتب select الـ employee NO as NO. هنا ماكو داعي أخلي أقواس كبار لأنه هو كلمة واحدة فارزة. شيء يريد من عندي أسترجع أيضا، استرجع اسم الموظف. اسم الموظف هاي عندنا الفقرة نبهنا عليها بالمحاضرة الفاتت، راح ننبه عليها مرة ثانية. هنا اكو نيم وهنا اكو نيم، حتى ما يصير عندي فالنوع من الالتباس او الغموض في الكويري لازم احدد من اي تيبل اريد النيم. فبما انه اني اريد اسم الموظف اذا من تيبل امبلوي، من امبلوي دوت النيم ايش اريده؟ اريده as employee name. اذا as بما انه اكثر من كلمه لازم هذا القوس المربع، فراح نكتب employee name بس بدون قوس فارزه. يريد من عندي المونثلي سالاري. السالاري موجود في تيبل ديبارتمنت بس ماكو سالاري هنا، فراح اكتب السالاري مباشره بس as monthly salary. هم أكثر من كلمة الاسم المستعار يعني الراتب الشهري monthly MO monthly salary. سد القوس فارزة. يريد مني الـ annual salary يقصد به الراتب السنوي. الراتب السنوي أكيد ينتج من ضرب بالسنة 12 شهر، فأضرب السالري في 12 حتى أحصل على الراتب السنوي. فراح أكتب السالري اللي هو مثل السالري الشهري عندي مضروب في 12 as monthly salary annual الراتب السنوي salary. همين حطيت بين الأقواس المربعة لأنه أكثر من كلمة. أسد القوس فارزة. يريد الديبارتمنت. الديبارتمنت يقصد به اسم القسم اللي يعمل به الموظف وهو نيم أيضا، وأنا عندي هنا نيم فأسبقها باسم الجدول اللي يحتوي على النيم، فراح أكتب ديبارتمنت يعني من تيبل ديبارتمنت دوت النيم. هو from هاي الديبارتمنت والإمبلوي هو رابط عندي هنا، لو ما رابط from department employee وجملة الربط اللي هي employee dot department NO يساوي department dot department NO. إذا أجي أنفذ راح تشوفون ظهرت لي 9 records جدول مرتب، هنا الـ NO، هنا الـ employee name، الـ monthly salary، الـ annual salary، و هنا ليش كتب لي يا name؟ ليش كتب لي يا name؟ لأنه أني ما خليت الياسز إليه. فأرجع أكتب as، أفتح قوس أكتب department، أسد القوس وأنفذ، راح ينفذ لي إياه وكتب لي department. فالـ output كان مرتب، table الأرقام بي كلها مفهومة،
كل رقم أعرف هذا شو يمثل، بس أشوف على اسم الكولوم هذا المانثلي سالري، هذا الانوال سالري، هذا الديبارتمنت، هذا الديبارتمنت. إذا هاي الفائدة من الأسماء المستعارة، هاي الفائدة من الأسماء المستعارة. إذا نأخذ مثال آخر، عندي مثال هذا write a query to retrieve the information for all employees in the company, note the information contain employee name and the department name in one column. هنا يريد أعرض له فد information، شنو هاي information تتكون من شنو؟ تتكون من اسم الموظف واسم القسم اللي يعمل به الموظف، اسم القسم اللي يعمل به الموظف، لكن يريدها في عمود واحد، يريدها في عمود واحد، كلها هاي في عمود واحد. اوكي، شلون راح ننفذها؟ اذا بالنسبه للاستعلام هذا السابق تعلمنا منه انه ضربنا في 12، هاي اول مره نجي عمليه حسابيه في الاستعلام. هسه راح ناخذ الاستعلام الجديد view your query، احتاجهم طبعا اثنيناتهم، اللي يريد اسم الموظف واسم القسم اللي يعمل به، فاكيد اثنيناتهم select. أنا أحتاج اسم الموظف واسم القسم. اسم الموظف موجود عندي في table employee تحت اسم name، واسم القسم في table department أيضا في الكولوم name، اثنيناتهم نفس السبيلنج عندي، فحتى أتجنب الإشكال هنا لازم أشير للتيبل يلا اسم الكولوم بي. فراح نكتب employee.name زائد الديبارتمنت دوت النيم كلهم از انفورميشن. طبعا اني هنا رابط عندي لو ما رابط فلازم اكتب فروم، راح اسويها اخاف اكو احد ما تربط الحاسبة employee department، يعني هذا المثال أنا كتبته بإيدي الربط مالته حتى نتجنب إذا أكو أحد حاسبته ماذا يصير بها الربط. employee where employee dot department number يساوي لي department dot department no. اوكي، هسه اذا ننفذ، اذا تشوفون طلاب ظهر لي عمود تيبل من 9 ريكورد، لان انا 9 موظفين، عمود واحد بكلمه انفورميشن. هذه الانفورميشن اذا تشوفون مكتوب اسم الموظف والقسم اللي يعمل به، مثلا علي بالمية فاشن، لما بالمية فاشن، دينا بالكوزمتكس، وهكذا وهكذا بالنسبة للقيود التسعة. هذا كلها جابها ترى مو بعمودين، بعمود واحد. هذا السبب لأن استخدمت الزائد. إذا الزائد بتدمج لي نص مع نص، نص مع نص. أجي أشوف إذا أنا شنو عندي مثلا بتيبل الإمبلوي، عندي شنو الرقمية مثلا الإي إن أو والإي ديت على سبيل المثال، الرقمية هاي البيانات numeric، فـ ENO زائد الـ E date أيضاً تحت اسم مثلاً الـ information، أو حتى لو ما خلينا لها أو information، حتى لو ما خليناها اسم مستعار، بس نشوف شو راح يسوي لي الزائد بين الـ two numeric value. أجي أنفذ أشوف هاي 2016 اللي هو الموظف الأول المفروض، نجي على الـ tables هذا الـ employee show table data. هسه أول موظف أعطاني 2016، منين جتي 2016؟ دمج 2015 مع الواحد صارت 2016، زين 2019 مع التسعة إيش قد المفروض يجيني؟ الريكورد الأخير بالفعل 2028، يعني جمع 2019 زائد 9 2028،
طبعا انا الهدف مو اجمع انه الامبلوي ان او زائدا الاي يعني الديت مال التعيين مالته، لا الهدف ده اشوف يعني التاثير مال الجمع بين التو نيوميرك فاليو عندي بالتيبلز. هسه من دمجت قيم اثنين اللي هي اس كاركتر شفناها، اجى اسم الموظف بصفة اسم القسم اللي يعمل بي بكولوم واحد، ومن جمعت ما بين قيم رقمية اثنين جمع لياهم جمع رياضي حط لياهم ايضا في كولوم واحد. اوكي طلاب هاي تنتبهون عليها، هاي تنتبهون عليها الشيء الجديد اللي اخذناه اليوم. راح ناخذ مثال اخر. هو distinct. Distinct used to eliminate duplicate tuples or records from the result of an SQL query. يعني شنو؟ يعني أنا راح أقلل ال records، انتبهوا طلاب، ال records المضاعفة، يعني أختزل ال records المضاعفة. انتبهوا إنه بال SQL كل إعاز يعمل على شيء معين، يعني أكو إعازات تختص بالأعمدة، أكو إعازات تختص بالصفوف اللي هي الريكوردز. هنا هذا distinct يعمل مع الريكوردز. هسا نيجي نشوف شلون راح يطبق. عندي هذا الإكزامبل اللي هو the manager of the company wanted to know the year in which the employees were appointed. Write a query for this purpose. مدير الشركة أراد أن يعرف السنين. السنين in which the employees were appointed. يعني السنين التي تم تعيين الموظفين فيها. فمو من المنطق أنا عندي مثلا أربع موظفين تعينوا لنفرض ب 2013. مو من المعقول التيبل يجيني ينعرض مثلا للمدير او الاستعلام يطلبه تجي 4 2013 مكتوب 2013 2013 2000، مو معقول. هو يريد من عندي السنوات التي تم تعيين الموظفين فيها، فمن المنطق انه تنذكر 2013 مره واحده لانه ما ذاكر مثلا كم عدد الموظفين في كل سنه، فقط يريد السنين اللي تم تعيين بهم. فبهاي الحاله شلون راح اخلص من هذا التكرار الموجود في الريكوردز؟ راح نجي نشوف شلون راح ننفذ هذا الاستعلام. الامبلوي احتاجه فقط. طبعا هنا هاي الكلمة أكيد هي لازم ينحفظ أملاءها حالها حال select والفرام والوير الكلمات المحجوزة باللغة. أنا إيش أريد الإليمينيت وين يصير؟ بتاريخ التعيين، يعني أذكر السنين بدون تكرار. هي date from the employee. إذا تجون تشوفون طلعت لي بس 7 records بالرغم من إنه أنا عندي 9 موظفين. تجون تشوفون على السنين 2011 هنا 2011 2012 13 2015 2016 2017 2019 ما صار عندي أي تكرار. معناها التكرار هذا الإعاز خلصني من التكرار اللي يكون موجود في الريكوردز، الريكوردز الخاصة بعمود معين. الريكوردز الخاصة بعمود معين. أنا في هذا المثال سويت eliminates للتكرار، قللت التكرار الموجود في عمود الإيديت، لكن الـ يعني التكرار تخلصت يعني من الريكوردز، من الريكوردز المكررة في عمود الإيديت. هاي بالنسبة لمحاضرة هذا اليوم. أن هومورك راح تلاقون هاي المحاضرة على شكل بي دي اف موجودة على البروفايل، والهومورك هذا المطلوب بي هو سؤال واحد فقط على قاعدة البيانات اللي طلبت منكم بالمحاضرة السابقة انه تنفذون عليها ايضا واجبات سابقة نفسها تكملون عليها. عندي هذا الاستعلام اريد
رجعوا لي المعلومات بهالشكل هذا، بس هذا تنتبهون عليه some of degrees. أريد لكل طالب هنا، لكل طالب هنا يكون مجموع درجات إله بالاستعلام يظهر لي مجموع درجاته، مجموع درجاته. شكرا لحسن الإصغاء وفي أمان الله.